وما علينا القيام به اليوم تجاه هذه الهمجية الفرنسية والعجرفة الصفيقة ما يأتي. أولا الدعاء على من قام بعمل هذه الرسوم ومن نشرها ومن أمر بنشرها ومن رضي بذلك، أن يشتت الله شملهم وأن يفرق صفهم وأن يقذف الرعب في قلوبهم وأن يجمد الدماء في عروقهم، وهو من أعظم الأسلحة الفتاكة. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاؤه.